صباحاً. الفل طاقة أخبار إيجابية، إن شاء الله يا ربي نهاركم زين وتفرحوا على قريب. حاليا الأبراج الترابية ومعهم الأبراج الهوائية في الطليعة عندهم الحظ، حب، راحة وأخبار ما تخطرش على البال. والبداية باش تكون مع الحمال اللي تحل قدامه إفاق مهنية والمستقبل يوعدك بإنجازات ونجاحات كبيرة. وكان على مولود اليوم من برج الثور اللي نتمنيه له كان الخير والسعادة في نهار عيد ميلاد وعام جديد فيه الفرحة والمؤشرات الإيجابية. الجوزة تتغير الأحوال والظروف الحالية تخدم مصلحتك الشخصية، ما يبعدش برشا على حظوظ برج السرطان اللي تتعزز العلاقات وتصفى القلوب، فما مصالحة مع الحبيب وترجع مكانتك الطبيعية. الأسد راهو يعيش الفرحة المفاجئات وإن شاء الله زيدا تتحل قدامك إفاق مهنية وعاطفية. كيف كيف زيدا العذراء الفترة الجاية هي راهي للتاريخ، تتغير الأقدار وتلقى إجابة على بعض الأمور اللي كانت تنجم تكون خارج السيطرة. نتعداو للميزان من الأبراج اللي تتمتع بالحظ المزيان مع انتقال القمر لبرجك، راك باش تعيش مصالحة، فما تغييرات مالية، يعني نحكيو على الفلوس، على البشارة المالية اللي باش تكون في الطريق، وهذه أبرز توقعات الفلكية نجلاء القباني. مولود برج الميزان لسه الأمور إيجابية، العلاقة بتصالح، بمحبة، أو عم بشدك الغريب والجديد، أو في غرباء، أو يمكن عم تفكر بسفر تجارة، في عندك لقاءات مفيدة وسعيدة. مولود برج الميزان واليوم يوم للجديد. وعلى قريب برج العقرب راهو يحقق حلمة وأخبار مبروكة توصله من عند الحبيب والفرحة تنور حياتك. القوس إنجازات مهمة، فما شراكة مالية باش تكون على قريب كيف وكيف برج الجدي اللي الحظوظ الاستثنائية باش تكون من نصيبك أنت. هوني نحكيو مع الجدي نهاير الفلوس والعلاقات المهنية الجيدة ويدالو حماسة وأخبار تزين حياتك. عندك الفلوس لبشارة وتحقق إن شاء الله يا ربي كل أمنياتك. ونختموا مع الحوت اللي يتخلص من بعض القيود، يعيش راحة نفسية ويحقق زيادة بعض الأهداف الشخصية.